شيبو في حوار معايا قال انك انه يقبل نور جاكلك انت، وقال لك انت بعثك سليم شيبو باش تخسر ترشي انت لما حالا مفيد هكا مش مفيد، مش طريق ارزل، مش يقبل نور للامانه. راهو انا كيما نقول لك علاقتي طيبه وما نحبش نكذب على العباد. رياض بن نور ما قالش الكلام هذا، قاله لي عون امن ومعاه زوز قارت كولات تك ظاهرين البورتيات في الستاد حاطينهم هك. اش دخلوا عون امن باش يقول لك حاجه كمان؟ وزوز تهدوا عليه، وبعدك سليم شيبوب، وبعدك سليم شيبوب، وانا سليم شيبوب لا بعضني للتاريخ، لا بعضني ولا قل لي ولا على بالي بيه اصلا. وسليم شيبوب اللي يحكيوا عليه لعبات خاطر ثم صغيرات ان شاء الله يكبروا يعرفوا التاريخ. عندي تبع سليم شيبوب، سليم شيبوب انا صفرت ماتش. علاش ديما يقال لك لما ذي؟ تيكيك من الناس مرضى. اني مره برك من فراغ زعما. يعني يقول لك ما سليم شيبوب صفرت ماتش برك. مش معناها زفرت ماتش معناها مش محسوب عليه. ليه؟ هذا ما فيش هذاك، انت صحيح. اني وقت نزفر في الناسيونال لحقت على شيبوب عمل الماتش ومشى خرج بالترجي. فهمتك. اني زفرت ماتش ماتش ساتونزيان والترجي في زويت. وقتها ترجي سليم شيبوب رئيس وحمام لمف بص عطروس قريب عطروس حماد العطروس. وقتها سيراج الجيشيح يلعب واسكندر سويح يلعب معناها خلط عام بركة وقتها برك ماتش هذاك. ثم جاء رئيس آخر ترجي وسليم شيبوب خذها طريق آخر خرج وبعدين تخلج أولمبية. وبعدين اللي يقول لي أنت بتاع سليم شيبوب اللي زعل سليم شيبوب نحترمه ونقدره ما عندي معه حتى مشكل. وكيما ترجي نحترمها ونقدرها ما عندي حتى مشكل. اني راني نتاع روحي ولا نتاع حتى واحد. والدليل لتوال وقتها صديق شاب الخيريه صوت ضدي في الم... في الم... في الم... علاش؟ وقتها كلموا زي كلموا دي قصه هي تو مش برشا عباد مسيت وقتها المات العروس كلم محمد كلموه ماشي يكلم ماشي يصوت الجوادي نصر الله. وسي حامد كمون كلم شياب الخيريه باش يصوت المصلى جوات وصوتوا في المجلس في المجلس في المكتب الجامعي في المجلس في المكتب الجامعي على المصلى. وتنحي ثاني بطريقه غير شرعيه ولاول مره في تاريخ تونس قائمه دوليه بالفوت. فهمتني؟ وشياب اليوم صاحبي وخويا فهمتني؟ ونصلى اليوم صاحبي والناس كل صحابي ما عنديش مشكل. انا ديما قلبي ابيض نطلع صحيح ما نحبش الظلم اما نواجهك يقول لك راك عملت لي اما تنساش نبقاو صحاب. باش نسكر الموضوع نتاع سليم شيبوب اش قال في كلام اللي قاله سيد الجزيري على القاب الترجي في عهد سليم شيبوب؟ رايو اللي ما حبيتهاش بين زوز جوهرات كبار بين معناها قام في الجزيري ما حبتوش بيناتهم. ونعطيك حاجه وهذه راهو الناس الكل مقتنعه به في تونس الياق ليد ويغور بجمعيات الكبار كل بدون استثناء. علاش زياد خاص ترش ما هو خاطر وقتها برشا بطولات الحقيقه في الوقت هذاك لتوال تسعة سنين ثانيه فيهم اموا ثم خمسه بطولات الحقيقه مستحق ما نحملش مسؤوليه للشكل. ترجي كانت قويه وقتها في حتى لتوال قوي حتى لتوال قوي والتاريخ كله نعرفوه. لا هذا تاريخ هذا ما نجموش نفسخوه راه ما نجموش نفسخوه. ديما فما كلام فماش اثباتات ما قلتو ما تلقاش اثباتات ما تلقاش اثباتات اليوم انت اليوم كي نجيو نحن مثلا حتى الاتوال عام 2015 اليوم كي نوليو نحن نشكوا في فاكس تاع الرابطه في تاجيل المقابله وناخذوا عليه بعتالي ونحيوا البوانات الاتوال تولي تقول لي ما ثماش اثباتات علاش تكون ضد الاتوال؟ نحترموا الترجي راهو الترجي جمعيه كبيره من جمعيات الكبار في تونس واللي تشرف الكره القدم التونسيه اما هذا ما يدعي ما نجموش نقولوا ثم بطولات تاع الاتوال خدمت الترجي طريقة أو بأخرى من 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 الكلام سهل ما مش هذا التاريخ ما هذه ما نجموش نقولوا راهو نحن يعني مرة تسعة بطولات ثم أموا خمسة مستحق لتوا كيفاش حسبتهم على ثم أنا عملت ترتيب وحدك على كيفاش ثم بطولات ثم لتوا ظلمت في ماتشوات ظلمت في ماتشوات اللي أعطيني مثلا اليوم عوين ماتشو تو تسعة سنين التالي وقت اللي ما نزلت ما ليه ما قعدوا في بالك كنت نسوي ما دام قعدوا في بالي قعدوا في بالي خلنا انا نعطيك مقابل زبير نويرة زفر ماشي ترجي وتوال في المنزل جانيت قتلوه بالضرب في الاخر عطاه ورقه حمراء يصير غلط ليه مش غلط عطاه ورقه غلط تو ولا كلهم ما استفادوش معناها ليس قلت تو ظهر لي نرجعوا للكلام الاولاني قلت كل جمعيه تلقى فيها مش تفك راهي تفك
ايتوال سيلسيوس ايتوال لو كيبوبليكا الاسبيرانس كل اللي عنده بوفوار يفك في البلاد هذه. واضح كيما قلت لك تو اللي يكون بصباح بكري يحكم هذيك هي غدوه تو يتكلموا جمعيات الكبار والله هذا يفكك فكيت ولا بطوله ايه وانت كي كنت قوي وعندك بوفوار وعندك رجالك واقفينك ما فكيتش ما فكيت زد واضح الناس كلها